شؤون الأسرى والمحررين، أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحكم والحرية والكرامة لأسرانا. اهلا وسهلا بك. يعني استاذ حسن، فعليا بعد ان تم الحديث وهنالك مناقشات على الاتفاق بين المتطرف ايتمار بن غفير وبين رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو حول اقرار قانون اعدام الاسرى، ما السيناريوهات برايك المتوقعه من الحركه الاسيره وكذلك القياده الفلسطينيه في حال تم اقرار مثل هذه التشريعات؟ نعم، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها من قبل الساسة الإسرائيليون فيما يتعلق بتشريعات تهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ولكن هذه المرة تأتي على سياق مختلف من خلال اتفاقية ضمن ائتلاف حكومي بين إيتمار بن غفير ونتنياهو، وهذا يؤشر بشكل واضح بأن الأمور آخذة نحو مزيد من الانفجار ومزيد من الاشتباك المفتوح. لن يقتصر ذلك على ساحة سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنما أيضا خارج السجون بين الكل الوطني الفلسطيني، خاصة وأن قضية الأسرى هي في حالة اشتباك مستمر ودائم مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن أسرانا دائما هم بمثابة شهداء مع وقف التنفيذ. وهذه المواجهة لن تكون مقتصرة فقط على إعادة وجبات الطعام أو الإضرابات المفتوحة أو التمرد على منظومة وقوانين وتعليمات إدارة السجون، لأن ذلك يتعلق بحياة الأسير بشكل مباشر. بالتالي هنا على المجتمع الدولي أن يقف في وجه هذه التشريعات العنصرية التي يحاربها العالم ويرفضها ويدينها. وإضافة إلى ذلك، هذا يدفع أسرانا إلى اتخاذ خطوات للدفاع عن كيانيتهم، عن حياتهم بشكل مباشر، بخطوات تكون مؤلمة أيضا للاحتلال الإسرائيلي. لم يكن هناك شيئا يخسره على الإطلاق ما دام الاحتلال يريد تطبيق أحكاما بالإعدام، هذه الأحكام التي يلجأ الاحتلال إلى تنفيذها من الناحية الميدانية والفعلية من خلال تعليمات إطلاق النار لجيش الاحتلال الذي يمارس القتل والإعدام الميداني خارج سياق أي منظومة قانونية. فعليا برأيك سيد حسن ومتابعة لمثل هذه الملفات، يعني هل ستكون بهذه السهولة عملية تمرير وإقرار مثل هذا القانون، قانون إعدام الأسرى؟ يعني بكل وضوح هذه قضية جدلية، ولكن أن تأتي في سياق اتفاق جزء من اتفاق ائتلاف حكومي، وبالتالي ستكون هذه المرة مختلفة عما كانت في خلال فترات ماضية ومحاولات سابقة، حيث كانت تحظى بدعم قليل جدا ومحدود داخل الكنيست الإسرائيلي لسن هذه التشريعات. ولكن هذه المرة إذا ما كان هناك التزام من الائتلاف الحكومي بهذا البند، فهذا يعني أنهم معطون قدما إلى النهاية في سن هذه التشريعات. نعم، أيضا عن الحركة الأسيرة، كيف من شأن هذه المعتقلات، معتقلات الاحتلال، أن تتحول بالفعل إلى ميادين مواجهة وميادين قتال كذلك؟ بالتأكيد، يعني الحركة الأسيرة سيكون لها مواقف واضحة وعلى بشكل واضح بأنهم كانوا مشاريع شهادة في ساحات المواجهة خارج السجون، وهم الآن أيضا يعني لن يخشوا هذه المواجهة وهم داخل الأسر والقيد، لأنهم عندما انتشقوا سلاح المقاومة والحرية والكرامة دفاعا عن الوطن كانوا يدركون بأن مصيرهم قد يكون الاستشهاد في هذه اللحظة. برأيك أيضا هل من شأن تحركات القيادة الفلسطينية المستوى القيادي وكذلك ربما إذا ما كان هنالك إشراك لضغوطات خارجية على إسرائيل أن تعدل عن رأيها في إقرار قانون إعدام الأسرى، أم هي ستضرب بكل هذه الضغوطات عرض الحائط بصراحة، خاصة وأنه كان هنالك مطالبات مثلا بأن يتم الإفراج عن أسرى مرضى وآخرهم الشهيد الأسير أبو حميد، لكنها لم تلقي بالا ولم تستجب لأي تدخلات خارجية أو حتى فلسطينية؟ لغة المناشدات والمطالبات والنداءات التي توجه للاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل لا تلقيها بالا ولا تعيرها أي أهمية، وما تفضلت به هو عين الحقيقة والصواب، ولكن
هذا جهد يجب القيام به دبلوماسيا وإعلاميا وقانونيا وميدانيا أيضا. ولكن التصدي لهكذا تشريعات عنصرية بالأساس يأتي من خلال وحدة الموقف الوطني الفلسطيني داخل السجون وخارج السجون، وأن يدفع ثمن هذه الحماقات الاحتلالية والتشريعات الإجرامية الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتضرر مصالحه بشكل مباشر، وليس فقط أن يقتصر ذلك أن يدفع الثمن هو الأسير الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. إجمالا السلامة، كل السلامة لكل أسرانا، وكان الله بعونهم على هذه المعاناة التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال. نتمنى كل السلامة والفرج الحرية القريبة إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا.